اهلا وسهلا. بالنسبه لتوقعاتي في هذه البطوله، المركز الاول راح يكون فريق ريكو انفينيتي تيم، وام دي بي هذه البطوله ممكن يكون نجم جالكسي لورد. فاتمنى التوفيق لكل المشاركين من لاعبين وفرق. لبطوله ويزو توقعاتي بتروح مع سكواد النجم جالكسي. يا هلا ومية هلا ومرحبا وياكم محمد المله. انا اتوقع بطل بطوله الويزو اي سبورتس نجم جالكسي، ثاني فالكون، ثالث ارايت. تعالوا ترقبونا وتابعونا على ام بي سي اكشن. فالكون اي سبورت توب 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقع إلى فوز بطولة ويزو ريكونفينيتي إي سبورتس. أما بالنسبة للتفاصيل وهي الأمور راح نحكيها بالبطولة إن شاء الله خلال التعليق بإذن الله.